صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه أمر ملكي رقم 40 لسنة 2023 بشأن تعيين ممثلي مملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجاء في الأمر الملكي يعين أعضاء في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة علي عبدالله العرادي أحمد صباح السلوم حسن عيد بخماس سبيكة خليفة الفضالة وتكون مدة عضويتهم في الهيئة ثلاث سنوات